الميموني جمال والدحان امين، وكاين حكم رابع شاب اي تورغان حمزه وعصبه الغرب. كره في وسط الميدان، محاوله هجوميه الان لهضبه الزمره، تدخل طاوس، كره مازال عند هضبه الزمره، شاف الجهه اليسرى خطيرة خطيرة، هدف هدف خطيرة خطيرة، هدف هدف خطيرة خطيرة، هدف هدف، فائدة الزوار. دو الميموني جمال والدحان أمين، وكاين حكم رابع شاب أي تورغان حمزة عصبة الغرب. كرة في وسط الميدان، محاولة هجومية الآن لهضبة الزمرة، تدخل طاوس، كرة مازال عند هضبة الزمرة، شاف الجهة اليسرى خطيرة خطيرة، هدف هدف، فائدة الزوار، هدف